المصري سلم هسه الشب والمصري أبارك من الحزب يمكن تعرف منين بيجيبوا بيتين هذا؟ نير من رام الله من كفر نعمة من كفر نعمة تعرفها؟ والله سامع فيها حياك الله وكيف بتبيعوه؟ كيلو عشرة والسلي قديش بيجي فيها؟ كيلو كيلو أعطيني كيلو أعطيني سلي أعطيني سلي ففضلنا ناخذ التينات عن الحلويات تفضل يعني طلعت السلي 15 كيلو ونص 15 شيكل ما شاء الله ما شاء الله طبعا هذا هو بداية التين فبدأ ما نشتري حبتين وثلاثة بدلار هيو بيته تعال عم بحكي شيء هذا بيت عمنا شارون ايوه شارع الواد شارون هم في المستشفى بعده لا كم طالع طالع لا 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 مسافر اليوم احمد بيقول لي واحد واحد لازم نضحك معك فمن باب الواد يا سيد رضوان ننقل لكم هذه الصور من بلادكم من القدس الشريف مصور مصور جولة ممتازة كانت اليوم في ساحات الأقصى المبارك ومن الصخرة المشرفة عزة سعيد ينقل لكم هذه المناظر من شارع الواد في القدس تنصل ممسحية شايب والله أركنت أنا إيه ما جبت شيء معي الورق أركنت على اللفة ولا في ظلت السيارة طيب وحبة أشرار حبتين هاي ثلاثة هون طلعها فوق خمسة هذه مآس الشعب الفلسطيني في القدس والآن هذا اسمه سوق خان الزيت خيار ليمون شايف الأربعة كيلو بعشرة شيكل يا بلاش ثلاثة رضوان
3 كيلو ليمون ب 10 شيكل دولارين ونص، ما لم بنشتري 3 حبات بدولار. ها نصيب ولا يجينا من جهة الشمس، لا نزال أيها الأخوة في باب الواد، ونقترب من مخرج الشارع إلى منطقة باب العمود في القدس. حامل النص بيج بن مشان الأغنية. والآن نقترب إلى مخرج باب العمود في القدس. شوف أنت الباب. ايش عندي؟ يلا الكاي روح خليه يصور، روح خليه يصور، ارجع خليه يصور. يا الله حلو عنا، يا حرام يا حرام حلو عنا. هذا بادي يا شيخ، شيخ خاصه